انا غندير واحد البريزونطاسيون ابخي غادي نسولك وانت جاوب. مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وحنا الان مع هذا السيد اللي كان شرا وعنده مشكل اصلا مع واحد الشركة ديال العقارات واللي هي بزيوي ايمو ياك ديال بساتين بوسكورة. هذا المشكل كان مع بزاف ديال الناس اللي كان وقع لهم بزاف ديال المشاكل مع هذه الشركة ديال العقارات. الناس اللي خدمت حياتها كاملة وشرات واحد بغات تشري واحد لابارتمون، في الاخر كتفاجأ انها تم النصب عليها، ما خداوش لابارتمون ديالهم، كيكون ديما داك التأجيل. والناس فاش بغاو فلوسهم وبغاو يهضروا على فلوسهم ترجع لهم ما رجعتش لهم. وهذا السيد حتى هو من هاد الناس، عنده مشكل ديال 12 مليون اللي كان عطاها لهاد الناس باش ياخذ لابارتمون، ما خدا لا ابارتمون لا فلوسه. دابا بغى يوجه نداء لهاد الناس باش يعطيوه، ما بقاش هو باغي ديك لابارتمون، باغي الفلوس ديالو ترجع ليه كما هي. السلام عليكم اسيدي، شنو المشكل اللي وقع عليك؟ المشكله لالا هو في 2015 كنت دفعت في واحد الشقه في بوسكوره، عطيت 30000 درهم للبساتين اليعقوبي. كان واحد البروموتور في الاول، كانوا لي زابارتمون بنيين، طلعت انا لابارتمون اللي كنت باغي نشري. يعني شفتي البروجي كامل فعلا قدامك؟ فعلا. عطيت 30000 درهم، بقى التماطول مده عامين. جا البزيوي ايمو اللي سميتو بساتين بوسكوره في 2017، خدا شرا البروجي. فاش مشينا عنده قال لنا خصكم تزيدوا 90000 درهم باش تكملوا معايا. فعطينا 90000 درهم، قال لنا في 6 ديال الاشهر غادي تاخذوا الشقه ديالكم. بقينا كنتسناو، كل مره كنمشيو عنده، كنمشي للغاندي، بيرو ديال الغاندي، كنمشي لبوسكوره. للاسف الشديد ما كنلقاوش اذن ساغيه. كنقولوا كاين حتى الناس المسؤولين ديال هاد الشركه كتمشيو عندهم ما كيهضروش معاكم نهائيا. ما كيهضروش معانا، كان عندهم في الاول كيقولوا لنا كاين بروبليم في بيرمي دابيتي. من بعد ما بقاوش باغيين يهضروا معانا، كنتسناو، بقينا كنتسناو بزاف. من بعد جات كورونا، هاد المده كامله، هاد السنوات كامله حنا كنتسناو، جات كورونا وقال لنا لا دابا راه كاين المشكل ديال كورونا. من بعد كورونا دازت هاد القضيه، جينا عندهم من بعد باش ناخذوا الشقه ديالنا، كنتفاجئوا انهم كيقولوا لنا خصكم تزيدوا 15000 درهم 20000 درهم في واحد الدوسيات. هذوك الدوسيات يعني غير سمساره، كياخذوا هذوك الدوسيات باش تدوز للنوطير. انا رفضت، مشيت للمحكمه. للاسف الشديد المحكمه ما حكمتش ليا، حكمت البروموتور ايموبيليا، ما حكمتش على اساس انا خصني نكمل، وانا ما يمكنش لي نكمل حيت هذا الوقت كامل وانا كنتسنى. كنت في الاول كريم، من بعد خديت شقه اخرى، خديت كريدي وخديت شقه اخرى. ما يمكنش تكمل بجوج ديال لي زابارتمون؟ ما يمكنش ليا، وانا كنت باغي عندي اسره صغيره وكيخصني نسكن، ما يمكنش ليا نبقى نتسنى 7 و8 ديال السنوات باش ناخذ شقه. من بعد هاد الناس كان دابا كنتصل بهم حيت عندي واحد لارتيكل في الكونترا كيقول انه يمكن ليهم ياخذوا 10% من لا سوم توتال اللي هي 2.5 مليون ويردوا لي 12 مليون ديالي، ولا يردوا لي 9.5. ما باغينش يهضروا معايا، يعني حتى ما بغاوش يرجعوا، ما بغاوش يعني يردوا. دير معاهم اي حل فعلا يرجعوا لك فلوس، ما بغاوش فعلا. ما كاينش حتى شي سوليسيون. كنجي عندهم الغاندي، كنمشي عندهم البوسكوره. السيد السيد اللي كاين في المدير التجاري فاش خرج في دوزيام قال لهم ساتيسفي او رومبورسي، يعني يقدر الناس يردوا فلوسهم. الناس رجعوا لهم فلوسهم فعلا. هذوك الناس داخلين في التنسيقيه، اللي ما كيدخلش في التنسيقيه ما كيعتبروش. يعني الا كانوا الناس كيمشيو مجموعين كيقدروا يلقاو معاهم سوليسيون، الا كان انسان كيمشي بوحده ما كيسمعوهش. دابا انت النداء السيدي اللي بغيتي توجه لهاد الشركه هذه باش انها تعطيك رزقك، خاصة انك كيف ما قلتي دوزتي واحد المعاناة، راه ماشي سهلة ان الانسان يدفع واحد لاصوم وفي الاخر ما ياخذ لا ابارتمون لا فلوس. فعلا فعلا، هذا هو النداء اللي كنطلب. هاد الناس ما فهمتش علاش ما بغاوش يهضروا معانا، ما بغاوش يردوا لنا فلوسنا. واش كاين شي اشكال؟ حنا ما يمكنش لنا ناخذوا ابارتمون اخرى، وهذا الشيء اللي كاين. رقم ديال التليفون النداء ديالك الاخير اليوم 06 60 54 10 24. النداء الاخر ديالي، بغيت طاوله المفاوضات، يعني راه بزاف كنمشي عندكم ما كتبغيوش تهضروا معايا، بغيت نرد فلوسي. هذا هو الطلب ديالي. هذا ما بقيتيش بغيتي ديك لابارتمون، دابا النداء ديالك الوحيد هو يرجعوا لك الفلوس. هذا الشيء اللي بغيت يعني تقريبا راه واحد المده طويله بزاف. مده طويله بزاف. يعني كنتمنى مشاهدي قناه شوف تيفي ان هذا السيد وصل هذا النداء لهذه الشركه ديال بساتين بوسكوره، اللي بزاف ديال الناس كان عندهم مشكل مع بساتين بوسكوره. كنتمنى عفاك عطيني الميكرو،
كنتمنى الله يجازيكم بخير تبارطاجيو هذا اللايف باش هذا السيد يرجع الفلوس ديالو، حيتاش دابا مده طويله من 2017 حتى لدابا. كنتمنى الله يجازيكم بخير تبارطاجيو اللايف باش يوصل للناس المسؤولين، وكنتمنى حتى يكون بعدا يكونوا مفاوضات مع هذا السيد، يجلسوا معاه يهضروا معاه. خلينا لكم الرقم ديالو، وبطبيعه الحال غيكونوا عارفين هذا السيد وعارفين الدوسي ديالو وعارفين الكونتاكت ديالو. الله يجازيكم بخير بارطاجيو هذا اللايف باش يوصل للناس المسؤولين، وهذا السيد تحل ليه هذا المشكل في اقرب وقت. وهنا مشاهدي قناه شوف تيفي كنكون وصلنا لنهايه هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعه ونتلاقاو في مباشر اخر. بالسلامه عليكم.